في حالات قمع متكررة لم يشهدها اليمنيون إلا في عهد الانقلاب، تستمر انتهاكات الميليشيا بمختلف الوسائل، ويستمر إسكات المعارضين الذين يرفعون أصواتهم مطالبين بإطلاق سراح ذويهم وإيقاف مسلسل الرعب. حملات قمع وحشي أجبرت الكثيرين على الرحيل من مناطق سيطرة الحوثي، بعضهم أفلح في ذلك والبعض الآخر لم يتمكن نتيجة المخاطر والمشقة الكبيرة أثناء السفر، لكن رحلة الهروب في نظر العديدين أصبحت أهون من التعذيب حتى الموت في المعتقلات. اعتقالات بالعشرات وانتهاكات جسيمة لم تتوقف عند حد معين، بل حولت المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا وفي العاصمة تحديداً إلى مساجين في معتقل كبير. في جديد الانتهاكات تعرضت تظاهرة نسائية وسط العاصمة صنعاء للاعتداء. التظاهرة خرجت مطالبة بإطلاق سراح السجناء ومنددة بالقمع الذي تمارسه الميليشيا وداعية إلى العصيان المدني والإضراب الشامل. ناشطون حقوقيون قالوا إن الحوثيين اعتدوا على التظاهرة واعتقلوا عددا من المحتجات، بالإضافة إلى تعرض الأخريات للإصابة ونقلهن إلى مستشفيات لتلقي العلاج. تشتد الحملات القمعية التي تنفذها الميليشيا بين وقت وآخر، ويتصاعد في المقابل السخط المجتمعي الرافض لسلطتها، وبين هذا وذاك ما تزال البلاد تنتظر إلى الوقت الذي تنتهي فيه الحرب ويتوقف فيه الكابوس الكبير.